السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم طريقتي في الرز البسمتي بطريقه حلوه قوي بالكبد والقوانص. ممكن يبقى ساده خالص من غير حاجه، بس بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا، انا حطيت ماده دهنيه في الحله وهنزل ببصلايه مبشوره، هديها بس تقليبتين، يعني قصدي تتشوح شويه، وهنزل عليها بفصين ثوم مفرومين برضه. نقلب فيها بقى كده، اتشوحت شوية، ننزل بقى احط عليها بقى فصين ثوم مهروسين مفرومين بقى في الفريزر فريش وفرماهم اللي يعجب. نقلبهم في بعض كده، المهم ان هما بس ايه يتشوحوا كويس. حته بصلاية كبيرة مش عايزاها. انا الكبد والقوانص مقطعاها وغسلها كويس قوي، وعشان اضمن ان هي ما يبقاش فيها اي زفاره في الرز، حطيت حله فيها ميه، ولما غليت حطيت فيها ربع كوبايه خل، وحطيت فيها الكبد والقوانص تاخد غلوه واحده بس، تنزل كل الزفاره اللي فيها في الميه، وصفيتها بقى من الميه بتاعتها علشان لما احطها في الرز ما تبقاش زفره معايا. يعني اهو كده البصل اتشوح معايا، هنزل عليه بقى بالكبد والقوانص اللي قلت لكم عليها انا عاملاها ازاي. بصوا حبايبي، بصوا لونها ابيض ازاي، ده من الخل، يعني الخل بيخليه لونها حلو قوي ابيض. ثواني، الخل بيبقى لونها ابيض كده وحلو ونضيفه جدا وما فيهاش اي ريحه زفاره. هقلبهم بقى في بعض كويس، اهدي النار بس شويه واقلبهم يتشوحوا مع بعض. تمام. والرز البسمتي انا نقعاه من حوالي ربع ساعه بس، مش اكتر من كده. يعني طيب، هجيب بقى مكعب مرقة، مكعب مرقة الدجاج، ولو مش حابة ممكن تستخدمي شوربة بدل مرقة الدجاج. يعني عشان بس اخليها تتقلب معاه. قلبهم بقى في بعض، واحط ورقتين او ثلاثة من ورق اللوري او الورق الغار، ماشي. وهحط معايا حوالي 3 فصوص حبهان، بس بفتحهم ايه علشان كل النكهة بتاعته تطلع. 3 فصوص حبهان، واقلب كده كله مع بعضه. تمام. واحط معايا فلفل اسود، ماشي، وهحط ملح، واقلب كده كله في بعضه. وهحط بهارات بس مش كتير، يعني هحط بهارات مشكلة. عندي بهارات مشكلة كده، او مش موجودة عندك مفيش مشكلة، هحط منها ايه بس حبة صغيرين قوي. اي بهارات مشكلة بتحبيها عندك، بس كفاية كده.
واقلب بقى كده ايه كله تمام، اسيبهم بقى ايه ياخدوا ويدوا مع نفسهم كده شويه. خلاص كده حبايب قلبي الكبد والقوانص اتشوحت مع البهارات مع البصل مع الثوم مع ورق اللورة مع الحبهان، ريحتهم حلوه جدا، وزي ما قلت لكم مفيش اي ريحه زفاره علشان الخطوه بتاعت الكبد والقوانص اللي حطيتها في ميه مغليه بخل تغلي غلوه واحده بس. طيب دلوقتي هقول لكم على حاجه، انا هعمل الرز ده بلون الزعفران، بصوا الكيس ده اهو اسمه بودره لون زعفران عند العطار، اي عطار او اي او في اي سوبر ماركت في قسم العطاره قولي له عايزه بودرة زعفران او لون زعفران اللي هي البودرة دي بالشكل ده. بصوا الكيس ده، الكيس ده مش غالي خالص، ده بتلاتة جنيه بس، بس بيقعد كتير جدا 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 لان هو مركز قوي، ويادوب رشة منه بسيطة بتعمل لك كمية حلوة قوي من الرز. لو مش متاح عندك او معرفتيش تجيبيه، لو عندك زعفران طبعا الاصلي حطي منه مفيش مشكلة، لو مش موجود ده ولا ده ممكن خالص نستغنى عنهم ونحط كركم وكاري تمام، بس ده بيدي نكهه ولون وطعم حلو قوي. هقول لكم بقى ايه اللي هنحط منه ايه رشه كده، بصوا هو لونه اورنج اهو بس هو هيصفر دلوقتي، هي رشه بسيطه جدا اهو زي ما انتم شايفين، كفايه قوي كده، هو زي ما قلت لكم مركز قوي وهيديني للرز لون اصفر حلو قوي، يعني هو لونه اورنج كده بس لما بينزل في الرز بيدي لون اصفر حلو قوي. خلاص هنزل بقى بالرز البسمتي بتاعي، الكمية دي حوالي نص كيلو، انا غسلته ونقعته ربع ساعة زي ما قلت لكم. افضل بقى اقلب في الرز كده يتشوح شوية مع المكونات اللي معايا. بصوا بقى، بصوا اللون، البودرة اللي انا قلت لكم عليها لونها الاورنج دي اللي هي لون الزعفران او بودرة الزعفران بتخلي لون الرز حلو جدا. اقلب بقى فيه شوية وحط طبعا مية في الكاتل تغلي، وطبعا الرز البسمتي احنا عارفين الكوباية من الرز بتاخد من كوباية ونص كوبايتين مية حسب نوع الرز عندك علشان تريحي دماغك خالص. لو مش هتعرفي الرز ده ياخد قد ايه، بعد ما تحطي الميه خلي الميه عقلتين صباع، ادي عقله وادي التانيه، تبقى الميه مستوى الرز عقلتين صباع تمام. هجيب بقى الميه بتاعتي وعلى نار عاليه لغايه ايه خلاص بقى اسويه السوى العادي، يعني اسيبه يغلي ويتشرب ميته خالص وبعدين نوطي عليه. جربوا يا بنات بجد طعمه حلو جدا، وبودره الزعفران دي بتدي له نكهه فظيعه حلوه قوي. حبايب قلبي خلاص انا كده الرز اتشرب خالص وشرب ميته زي ما انتم شايفين، لونه حلو قوي اهو تمام. هوطي عليه النار بقى اهديها خالص لغايه ما يستوي كويس وبعدين نقدمه مع بعض. حبايب قلبي خلاص كده الرز استوى معايا، وزي ما انتم شايفين قدمناه مع بعض حلو جدا، وبيبقى طعمه جميل قوي في العزومات، وبيمشي معاه اي حاجه شغال مفيش مشكله، ان شاء الله يعجبكم. ومفلفل قوي زي ما انتم شايفين اهو عشان حطينا له مقدار المية المظبوط، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناة مطبخ بيتي. باي باي.